الإصلاح الديني كان واحد من أهم الأحداث اللي غيرت شكل أوروبا والعالم بشكل كبير في القرن الـ16. المؤسسة الدينية كانت بتواجه مشاكل كبيرة زي الفساد والمحسوبية، وده خلى الناس تفقد الثقة في هذه المؤسسة. ومع ظهور مصلحين زي مارتن لوثر وجون كالفن اللي بدأوا يطالبوا بإصلاح المؤسسة الدينية والعودة للتعليم الأصلية، الإصلاح الديني مش بس غير شكل المؤسسة لكن كمان أثر على السياسة والاقتصاد والفكر في أوروبا كلها. الإصلاح الديني كان عنده أسباب، منها الفساد داخل المؤسسة الدينية زي ما اتكلمنا على المحسوبية، وإن رجال الدين بيشتروا المناصب وبيستخدموها لتحقيق مصالحهم الشخصية، وكان من أمثلة الفساد بيع صكوك الغفران اللي كانت المؤسسة بتبيعها عشان الناس يغفر لهم ذنوبهم ويتجنبوا العذاب في الآخرة. الفكرة دي طبعا كانت مجرد وسيلة لجمع الأموال، وكانت واحدة من أكبر المشاكل اللي اعترض عليها مارتن لوثر. تاني سبب هو البعد عن تعاليم الدين الحقيقية. مارتن لوثر ومصلحين كتير كانوا شايفين ان المؤسسة الدينية بعدت عن التعليم الأصلية للدين، وانها بقت مهتمة بالسلطة والنفوذ اكتر من نشر الإيمان، وعلشان كده كانوا بينادوا بالرجوع للنص المقدس نفسه كمرجع وحيد للدين، وان الإيمان الشخصي هو اللي يهم اكتر من الطقوس الخارجية اللي فرضتها المؤسسة الدينية. التقاليد والطقوس طبعا مهمة، ولكن المعضلة الحقيقية والمشكلة الكبرى ان احنا نهتم بالطقوس الخارجية على حساب الداخلية أو الجوهر. كمان كان في صراع بين المؤسسة الدينية والدولة، زي ما قلنا إن هي كانت بتسيطر على الدولة في أوروبا، كان عندها نفوذ سياسي ضخم لدرجة إن هي الملوك والحكام يحتاجوا موافقة المؤسسة الدينية عشان يحكموا ويحصلوا على الشرعية. ده خلق صراعات كبيرة بين المؤسسة الدينية والدولة، خصوصا لما الملوك بدأوا يشعروا بالخوف وإن المؤسسة الدينية بتتدخل في شؤون الحكم. السبب الرابع هو التقدم الفكري والعلمي مع بداية النهضة الأوروبية. الأفكار الجديدة في الفلسفة والعلم بدأت تنتشر، والعلماء والمفكرين كانوا بيشجعوا الناس على التفكير النقدي واستخدام العقل، وده كان بيتعارض مع السلطة المطلقة للمؤسسة الدينية. وطبعا مع اختراع الطباعة ده ساعد في نشر الأفكار بسرعة، وسمح للناس بقراءة الكتب الأصلية والنصوص المقدسة بنفسهم من غير ما يعتمدوا على رجال الدين. مارتن لوثر وحركات الإصلاح كان بينهم علاقة قوية جدا، خاصة ان هو يعتبر رائد الاصلاح الديني ومن بدأ هذه الموجة في اوروبا. مارتن لوثر راهب الماني في سنة 1517 نشر 95 وثيقة او اطروحة على باب كنيسة في مدينة ويتنبرغ في المانيا، وده كان بمثابة اعلان احتجاج ضد الفساد في المؤسسة الدينية، خصوصا بعد موضوع بيع صكوك الغفران. في اطروحاته لوثر كان بينتقد فكرة ان الغفران ممكن يتباع بالفلوس، بيقول للناس يا جماعة ارجع له النصوص الأصلية. هو كان مؤمن ان الإيمان الشخصي بالله هو اللي هيخلص الإنسان، مش الطقوس أو الصكوك اللي بتفرضها المؤسسة هيكون فيها الخلاص، وده كان بداية لثورة دينية كبيرة عرفت باسم حركة الإصلاح البروتستانتي. الحركة بدأها مارتن لوثر وموقفتش في ألمانيا، ولكنها انتشرت في أوروبا. مصلحين تانيين زي جون كالفن في فرنسا وهولدريك زونكي في سويسرا انضموا للحركة وبدأوا في نشر أفكارهم عن الإصلاح الديني. كل واحد منهم كان مصلح له رؤيته الخاصة، وده أدى لظهور طوائف دينية جديدة زي البروتستانتينية والكالفينية. طبعا المؤسسة الدينية حاولت في البداية تقمع الإصلاحات واتهمت لوثر بالهرطقة، لكن في النهاية في الطبيعي فشلت في السيطرة على الحكم وتحجيم هذه الموجة الإصلاحية، وده أدى لانقسام كبير في المؤسسة الدينية وتأسيس طوائف مستقلة ومذاهب أخرى مستقلة زي البروتستانتينية مثلا. كمان من نتائج الإصلاح هو انقسام المؤسسة نفسها، يعني ما بقتش المؤسسة هي الممثلة الوحيدة للرب في أوروبا، ولكن ظهر طوائف كتيرة وكل طائفة كان لها تفسيرها الخاص بالدين، والانقسام ده غير شكل الدين في أوروبا بشكل كبير، خاصة إن هو خلق حالة من التنوع الديني إنجاز التعبير اللي استمرت لحد النهاردة. حروب الدينية كمان أدت لانقسامات كبيرة وخطيرة وما كانتش سلمية تماما. على مدار القرنين 16 وال 17 أوروبا شهدت سلسلة من الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت. الحروب دي كانت من أعنف الصراعات في تاريخ أوروبا، وتسببت في قتل الآلاف وتدمير للأسف مدن ودول كاملة. أحد أشهر هذه الحروب هي طبعا حرب الثلاثين عام من 1618 ل 1648، واللي بدأت كنزاع ديني في ألمانيا بين الكاثوليك والبروتستانت، وبعد كده توسعت وشاركت فيها دول كتير، وللأسف الحرب دي دمرت ألمانيا تماما وسببت انهيار اقتصادي واجتماعي كبير جدا، بل ونقدر ان احنا نتكلم عنها وبندرسها في العلوم السياسية كأحد العوامل الأساسية لتشكيل الدولة القومية الحديثة بمفهومها المعاصر اللي احنا عارفينه. كمان كان في تأثير سياسي كبير، حركة الإصلاح الديني خلت المؤسسة الدينية وتحكمها في الملوك قبل الإصلاح شيء وبعد الإصلاح شيء تاني.
وده كان يعتبر بداية فكرة فصل الدين عن الدولة اللي هي في النهاية هتؤدي لظهور العلمانية. التأثير الثقافي والاجتماعي كان برضو قوي جدا، وإصلاح الدين غير طريقة تفكير الناس في إن هم بقوا يعتمدوا أكتر على قراءة الكتب الدينية بنفسهم بدل ما يعتمدوا على تفسير رجال الدين، وده زود معدل التعليم بين الناس وساهم في نشر أفكار النهضة الأوروبية اللي كانت بتشجع على التفكير الفردي والعلمي والنقدي. كمان حصلت موجة إصلاحية دينية داخل المؤسسة نفسها اللي ما قدرتش تتجاهل حركة الإصلاح وبدأت تعمل إصلاحات داخلية خاصة بيها عرفت باسم حركة الإصلاح المضاد. المؤسسة الدينية حاولت إنها تقلل الفساد وتحسن صورة رجال الدين عشان تحافظ على أتباعها، لكن في النهاية ما قدرتش تستعيد السيطرة المطلقة اللي كانت ليها قبل الإصلاح، وفشلت إن هي تصبح ذات السيادة الوحيدة. الإصلاح الديني في العالم الحديث سببه هو حركة الإصلاح الديني في أوروبا اللي فتحت الباب لمفاهيم جديدة زي حرية الاعتقاد والتسامح الديني. النهاردة أوروبا والعالم بقى عنده قدر كبير جدا من التنوع الديني والفكري، وده بيرجع بشكل كبير لحركة الإصلاح اللي بدأت في القرن 16. أكيد مش بنتكلم عن طوباوية أو مثالية كبيرة، أكيد في مشاكل طبعا في حرية الفكر والتنوع الديني، ولكن اللي وصلنا له بفضل حركة الإصلاح الديني مما لا شك فيه. الإصلاح الديني علم الناس إن الدين مش لازم يكون وسيلة للسيطرة أو التفرقة، لكنه ممكن يكون وسيلة للتفاهم والتنوع. والسؤال، هل قدرنا نصل لطموحاتنا بعد القرون دي كلها من التفاهم والتفرقة والتنوع؟ وهنا تكون النهاية، ولكن تذكر ما النهاية إلا بداية جديدة، ومن يدمن قرع الباب يوشك وأن يفتح له. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.